بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم في المحاضرة الثانية من ورشتنا البسيطة، ورشة تحضير الشخصية للتحريك. معانا في الجزء الأول هنا قسم الماكس، وهنبدأ نظبط بقى على ما أتذكر اللي احنا كنا نسينا أو وقفنا عند اللي احنا بدأنا نزلنا السكين وبدأنا نربطه بالجلد. أنا دلوقتي نزلت السكين وربطته بالعظم زي ما احنا عارفين، بعد برضو قبل كده مراجعة سريعة. المش بتاعي نزلت عليه سكين موديفاير وقلت له اد، اداني البونز كلها، قلت له اد اختار، اخترت البونز كلها ونزلتها كويس. دلوقتي انا لما بحرك ماليش دعوة بالجسم خالص، لما بحرك ماليش دعوة بالجسم خالص، ممكن اعمل فريز البادي بحيث ان انا ما اضغطش عليه ضغطه مثلا اغلط ولا حاجه. بحرك كده بلاقي فيه ديفورميشن جامد قوي. طب تعالى نصلح الديفورميشن ده. تعالى على جسم الشخصيه نفسه وافتح الانفلوب اللي في السكين، وتعالى على الفيرتكس ونختار الفري، نختار بقى العصب ده لو تشايف الانفلوب بتاعي عامل ازاي. ممكن اجي كده وهروح جاي محركه شوية، لو تصلح معايا تصلح، ما تصلحش خلاص، بحيث انت تستفيد باقصى حاجة برضو من الامكانيات بتاعته. هنيجي على دي مثلا، طبعا ما ينفعش انا اكبر او كده، خلاص انا هكتفي بده. هاجي عند النقطة دي الصفرة واجي راح مغير، اخليه هنا كده، هلاقي الدنيا باظت خالص. طب تعالى نصلحها. هاجي عند الويد واجي بقى عند الفيرتكس، تعالى نشوف انا بختار الفيرتكس ولا لا. مختارها. فاجي هنا مثلا عند الاتنين دول اقول له لوب، واقول له واحد كويس، واقول له دي مثلا هاد ده كله، واقول له لوب واحد. لا اختار لي، هو اختار لي حاجة تانية من هنا، اختار لي فوق. لا انا مش عايز ده كله طبعا، انا عايز الحتة دي. لوب، لما بعمل لوب بروح جاي مختار لي حاجات تانية خالص. طيب خلينا ناخد بقى واحدة واحدة كده، او ايدج ايدج. خلينا في ده هقول لوب وان وان، دي يعني هتبقى بالاحمر وهي اقوى حاجة. دايما الايفكت بتاعي من الاحمر اللي هو وان لغاية الازرق اللي هو واحد من عشرة. الزيرو طبعا ما بياخدش لون، ده قوة التأثير بتاع العصب على المنطقة اللي انا مختارها. فاقول هنا قوة تأثير العصب واحد لو اقوى حاجة في المنطقة دي او على المنطقة دي. لوب واحد كده، الرجل بدأت ترجع لشكلها اهي بالشكل ده كده. لوب واحد، لوب واحد، لوب 75، واحد. شايف الرجل بدأت تاخد وضعها. 9 مثلا، ونخلي دي لوب 75 مثلا، ونخلي تأثير العصب ده على المنطقة دي نخليه نص، مش عايز الحتة دي خالص، خليها زيرو كده. الرجل اتحسنت،
تعالى تحت، واقول له كل جزء يخص يعني يأثر لي ايه على فين. يعني انا مسكت العصب ده، كل لو عايزه يأثر لي على الحتة الناحية التانية يأثر لي على الناحية التانية، لو عايزه يأثر على اي حاجة بقول له برضو يأثر على اللي انا عايزه، بعمل اللي انا عايزه في كل جزء من الشخصية. يبقى ده مور ادفانسد قوي. انا مش هشرح السكين كله، انا بس هشرح فك الطلاسم بتاعته عشان ده هياخد وقت الحقيقة. دي هتبقى دول كده، شوف على ايدج واحد اهم كلهم دول 75. طبعا المفروض ده كل ما ابعد عن العصب تحت او فوق بيقل التأثير شوية كده. رجلي اتعدلت، تعال نشوف ديفورميشن اللي حاصل فوق ده. منطقة الركبة مظبوطة إلى حد كويس. تعال بقى نشوف المنطقة دي. طبعا المنطقة دي هنروح واخدين كده الاتنين فيرتكس دول وأقول له دي هتبقى واحد برضو. أعتقد إن دي هتبقى لوب، و أتأكد هتقل شوية، ودي دايما دايما الحتة دي فيها مشاكل. شخصية رفيعة، شخصية تخينة، دايما فيها مشاكل. شوف انا لما عملت لوب جاب لي كل الناحية التانية، انا مش عايز الناحية التانية خالص، كل ده بالالت هشيله. انا دلوقتي هبدأ ازود بالزائد دي كده لحد ما الاقي الشكل كويس. انا مش عايزك تلتزم بقواعد معينة، انا بشوف الحاجة اللي هتنفع الشكل اللي قدامي. الجزء اللي تحت مظبوط، اروح جاي واخد ده كله الت، اروح جاي مزود اللي فوق شوية كده. انا شايف ان هنا في فيرتكس فوق، مش عارف دي ولا لا. انا مش، ايوه تمام، هي اهم حاجة يكون شكل البولي كويس او التوبولوجي بتاع الجسم كويس. طالما شكله كويس يبقى انا ماشي كويس. ايوه تمام. عايزين نزيد شوية ديها، ودي هتزيد شوية كده. الخط ده ماشي كده، الخط ده ماشي كده، وده الخط ده ماشي بالشكل ده، هو ده التوبولوجي. هناخد الاتنين دول نقول لهم لوب، ونقول له شيل ده كله بالالت مع سيلكشن، نزود وعيني على تحت المنطقة اللي تحت. اوكي، اشيل بقى المنطقة اللي تحت دي خالص، واخد خليها المنطقة اللي فوق وازود سنة. هبص الاقي بقت عاملة بالشكل ده كده. تعال نخفل البايبد ونشوف الشكل العام هيبقى عامل ازاي مع تنية الرجل. لما الشخصية تتني رجلها تتني هتبقى عاملة كده. تعال ناخد الجزء ده كمان ونزود، لا هننقص شوية. الجزء ده داخل لجوه قوي، الت
واسيب دي كنترول واخد دي كمان معاهم دي المفروض انها تطلع شوية. طبعا الازرق ده كله مقصر لي، انا مش عايز الازرق ده كله، هديله زيرو، جسم يرجع مكانه. هنا دي هتنقص كده، دي كمان هتنقص عشان ترجع لوضعها، دي كمان جسم، بحيث ان زي ما بتعمل ريلاكس كده للجسم بتاعك. كويس كويس، هناخد دول، مش عايز تأثير هنا، الويت صفر. هنا هاخد شوية شوية ويت بسيط، هنا برضو ده ودول. لأ انا دلوقتي اخترت عصب تاني خالص، انا لسه على العصب ده، اختار الفيرتكس دي، هنقول كده ودول هيقلوا من 25 لواحد. دايما حسب ما انت شايف وجهة نظرك، انت حاول تشوف التوتوريال كتير، وحاول يعني انتهز فرصة، يعني يا ريت يا ريت انتهز فرصة وانا موجود كده، وطبق واغلط، طبق واغلط واسألني، لان بعد كده هتعتمد على نفسك، وممكن ما يكونش حد يقدر يرد عليك بسرعة والكلام ده كله يعني. فأنا يعني خد مني نصيحة، يعني استغل الفرصة وشوف العالم ده عامل ازاي. اشوف انا عمال بايه، بعمل اديت على كل فيرتكس، عشان اوصل بشكل الجسم الشكل المثالي الكويس. اهو بقى الجسم بشكل طبيعي، يمكن دي كمان تنزل شوية. اوكي تمام، يبقى انا كده خلصت الرجل الشمال بتاعت الشخصية. تعال نشوف الجزء اللي تحت. كبير جدا الدايرة، شوف عاملة ازاي، كبيرة جدا، فانا مش عايز الدايرة دي كلها، فانا ممكن اصغر كده او اجي مثلا عند النقطة دي. خلينا نتأكد من العصب نفسه، شوف الخط الأصفر ده، اتحرك العصب بتاعي، بحركه بالشكل ده. ممكن بقى اصغر زي ما احب، ماشي، صغر تاني. اوكي هنا برضو، هنا عدلت العصب ازاي، يبقى
ماشي مع الرجل مش واخد العكس. انا ماسك العصب اهو، اوكي، اقدر بقى اتحكم في الفيرتكس اللي فيه وازود قوتها وانقصها زي ما انا عايز. هاخد الجزء ده واقول له لوب 1، الجزء ده برضه نفس الحكاية لوب 1، ممكن تكون وان برضو مفيش مشكلة. دول لوب، هيقلوا عند نص تأثير العصب ده على اللي انا بختاره ده، هيكون 1. طبعا المفروض كانت الرجل تتحرك احسن عشان اقدر اشوفها مع الديفورميشن. ما فيش مشكلة، نطلع برا ونجيب البايبت ونشوف هنعمل ايه. ممكن نعمل كده، انا شايف انها كويسة جدا يعني. طبعا رجل عمرها ما تعمل كده داخل المسلسل يعني، او داخل فيلم الكرتون، بس خلينا برضو نوصل بأحسن حاجة. هنشيل البايبت هيت هايت، نيجي عند العصب بتاعنا اللي احنا ماسكينه. انا شايف المشكلة دي عشان في فرق كبير من الوزن ده هو 1 والوزن ده هو نص، اوكي. فانا هعمل لوب واعمله مثلا 75 بحيث انها تبقى ناعمة شوية، ودي برضو الفيرتكس دي بالذات 75 او اقل، نخليها كده اعلى شوية، ودي هنخليها 75 دي انا مش فاكر كانت 75.5، نص تقريبا او نص، اوكي نص. كل ده نص، الجسم بدأ ياخد ريلاكس، اوكي. طبعا انت لما بتيجي تعمل سكين او بتيجي تختبر الشخصية في السكيننج بتاعها، ما بتعملش زي ما انا بعمل كده بتقعد تحرك بقى كل حركة وبتاع، لا انا بس عشان ايه مستعجل يعني، او عايز اخلص الجزء ده. فالمفروض انت بتعمل، شوف حتى الرجل هنا مش داخلة، مش في مكانها كويس، بس اتغلبنا على المشكلة. هنيجي كده، انا شايفها كويسة جدا كده الطريقة دي. اللهم الا هنا ممكن اقلل سنة الوزن هنا في الايدج ده. تعال نشوف بقى هنا العصب اللي هنا، المنطقة دي منطقة مشط القدم. تعال نظهر انفلوب، هنا العصب بتاعنا اهو، طبعا كبير والتأثير بتاعه بعيد. هننزل شوية على اللوكال،
اوكي. هنيجي عند نقفل بقى انفلوب ونمسك العظمة دي ونعملها روتيشن كده ونشوف شكل الرجل بقى عامل ازاي. شايف هنا، هنا مقصر لي، هنا تسحب معايا دي، فطبعا هي مقصرة على اي حتة ورا، فطبعا انا مش عايز كده خالص. هنا برضو في ورا شوية ديفورميشن. تعال نعمل هايد للبايبت ونيجي نفتح الانفلوب. طبيعي اللي انا مختار كده، بص هنا الازرق اهو، دي كده ما ينفعش. اروح جاي شايل ده كله مديله زيرو، بتروح رجل راجعه مكانها عادي. هنا برضو تحت اهو زيرو، هنمسك بقى دول ونخليهم مثلا يعني نص كده على حاجة، أو 75 بلاش. هناخد بقى واحدة واحدة كده، دي هتبقى المفروض انها واحد، وده كله لوب المفروض انه واحد. راح لي على حاجة تانية. شايف التانية هنا بتني لما بتانا المشط، يبقى عندك تانية المشط هنا اخرها، بتعمل لوب وتعمل دي مثلا بنص او خلي 75، اللي بعدها بنص، خلينا 9 من 10، وخلي دي لوب 1، اتعدى المشط وبقى زي الفل. تعال بقى نروح نقفل ده ونفتح، نظهر البايبل بتاعنا، نمسك كده البايبل بتاعنا ونرجعه مكانه. طبعا انا خلاص خلصت الرجل دي خالص وبقت جميلة وما فيهاش اي مشكلة، برجعها تاني زي ما كانت. طبعا في طرق تانية، طرق كتير عشان ترجعها، بس خلينا في البيزك دلوقتي لان ده مش كاركتر انيميشن. اوكي، وهو ماشي، دي هتتني وشها كده، شاف حركتها كويسة. دايما اهتم بالجزء الامامي من الشخصية، لان الجزء الامامي هو اللي بيبان الشخصية اللي بتعمل اي حاجة. الجزء الامامي هو بقى ممكن يبقى فيه ديفوهات في الظهر لو هي مش هتبان، او الشخصية مش هتدي ظهرها يعني للكاميرا، فخلاص يعني لو في ديفوهات بسيطة كده ما فيش مشكلة يعني، او في ديفوهات مش هتبان ما تحطش دماغك فيها يعني. بس اهم حاجة تكون الحتة اللي باينة. طبعا الوجه لازم يكون زي الفل 100% في الريجنج. لو في وقت قدام شوية ممكن نعمل فيشل ريجنج بسيط كده بيزك برضو. اهم حاجة طبعا جزء الرجلين وجزء الصدر والجزء الامامي الشخصية، عشان هو ده اللي هيبدأ يبان فعلا في الكاميرا عندنا. تعالى بقى نشوف هنعمل ميرور ازاي. احنا عدلت الرجل دي، بس الرجل دي زي ما هي فيها برضو مشاكل. لو كده انا عملت مسكت الرجل دي هبص الاقيها فيها مشاكل اوانية خالص. لو مسكت الرجل دي اللي انا عاملها هلاقيها كويسة جدا وزي ما انا عايز. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اللي هيحصل دلوقتي ان انا هنقل، هعمل ميرور من الرجل دي للرجل دي. هاخد الويت بتاع الرجل ده كله وهلزقه على الويت بتاع الرجل دي. هاجي عند الانفلوب، طبعا شايف هنا الانفلوب فين، هحرك بس التايم لاين بالشكل ده، ارجع لي تاني اتاكد برضو، اتاكد من كل حاجه مكانها 100%. والله الحقيقه انا يعني ببقى مبسوط وانا شغال بالماكس، بس بكون اكثر انبساطا، او اكثر مش انبساطا يعني، ببقى مستريح نفسيا شويه في السينما، لان السينما سهل، واجهته سهله وبسيطه، ممكن توصل فيه اسرع من
الماكس. شوف احنا كل ده بنعدل ازاي. تعالى بقى لما نخش على السينما اتفرج بقى على السرعة اللي هتحصل. يعني خلاص احنا عايزين الويت ده هنعمل له ميرور على الناحية التانية. اوكي، هنعمل نفعل اداة ميرور مود في السكين موديفاير. هنعرف ننقل ازاي دلوقتي وايه هو التكتيك اللي انا امشي بيه. ببساطة هخش على الانفلوب مود او اديت انفلوبس وهمسك العصب بتاعي دلوقتي. انا عايز انقل ده الحتة دي هنا اهو بالظبط، زائد اللي انا عملته كله في المنطقة دي هو اللي انا هيتنقل لي هنا بالظبط. طيب اوكي، اعمل ازاي اكتف الميرور مود؟ تمام، دايما يعني عادة يعني بيبقى محور على محور الاكس. لو انت شايف السلايس بلين دي، البلين دي اللي هي ظاهرة بتكون على المحور اكس زي ما انا شايف. ممكن تخليها على المحور واي، بتقسم لك الجسم لجزء امامي وخلفي كده. ساعات بتستخدمها في حاجات معينة، بس عامة الاكس هو اللي شغال على طول، او الزد لما اكون بعكس على حاجة تحت، شخصية تحت. اوكي، خلينا في الاكس. الميرور اوفست ده علشان انقل من جزء لجزء اللي هي دي. لو انا خدت مثلا ده 10، هتبص تلاقي السلايس بلين انا عايز انقل من هنا لهنا، فهتلاقيه راح لك شويه على اليمين. طب لو انا طلعت فوق كده شويه، بص تلاقي السلايس راح زي ما انت بتقوله. دايما بنخليها زيرو، وساعات ساعات في الجيم كاركترز بنلعب في دي شويه. ميرور تريش دي على ما افتكر اللي هي بتزود لك قوة شوية الميرورينج. انا اخليها بدل 5 اخليها 10. اول ما بخليها 10 بتبص تلاقي كومبليتلي بقى الجزء اللي على اليمين ده ازرق. خد بالك اللي انا قلتها دي حتة تركية قوي حلوة قوي، في ناس كتير مش عارفها، ولو هتعرفها ممكن ما يكونش بيستخدمها صح. هتلاقي الحته دي بعد ما انا زودتها ل10، هتلاقي الحته دي كلها اللي على اليمين زرقاء وعلى الشمال خضراء. انا عايز دلوقتي انقل، يعني ممكن انا اشتغل على الجسم كله على النص اليمين ده، واروح جاي واخده كله على بعضه كده الميرورنج للنص الشمال. انا هسيب لك التطبيق، هنقل لك الويتس بتاع الرجلين، واسيب لك بقى بقيه الجسم انت هتبدا تطبق وتعمل ميرور. اوكي، هخلينا هنا، هضغط على دي بيست بلو تو جرين فيرتكس. ضغط، لما الاقي الشكل كله اتعلم لي كده يبقى انا دي علامة ان اوكي الويتس بتاعك بقى اللي على اليمين هنا بقى كله على الشمال. طب تعال نجرب. طب انا كنت محدد العصب ده بس، تعال نشوف نقلني كل الرجل ولا العصب ده بس. تعال نشوف. هنمسك طبعا زي ما اتعودنا الرجل من تحت، هتبص تلاقي ده الرجل كلها. يعني معنى كده ان ممكن الجسم كله يتنقل مره واحده. شفت الرجل بقت عامله ازاي؟ طبيعيه جدا، مفيش الا هنا شويه ديفورميشن بسيط ورا منطقه الارداف هنا، سهله انها تسيطر عليها بعد كده. اهم حاجه الحته التركيه دي ان انت تقدر تعمل ميرورنج كويس للشخصيه بتاعتك. بكده يكون النهارده او المره دي يعني درس الماكس الرجل الشخصيه. اعتقد ان كده يعني المفروض انها تكون خلصت، الا اذا لو حد اتعثر شويه في بقيه جسم الشخصيه ممكن اعمل له او اجاوب على الاستفسارات كلها في محاضره واحده. واعتقد ان توقعي هتبقى في منطقه الصوابع الاستفسار او المشاكل كلها او منطقه الايد نفسها. دايما برضو قبل ما اقفل معاكم المحاضرة هنقول كاستمايز، ودايما احدد البريفرنس يا شباب. خد بالك من الحتة اللي انا هقولها دي، دايما جنرال، وعلي الريدو او الاندو ليميت ليفل، لان انت هتعمل كنترول زد 100 ورا ورا، يعني ورا ستيبس باك
100 عشان يبقى ممكن ترجع زي ما انت عايز. هي الديفولت 20. الفايلز لازم تعمل انكريمنت تو سيف عشان يبقى اول ما تعمل سيف كنترول اس يعمل لك ارقام، كنترول مثلا اس يعمل لك 03 04 05 عشان يبقى كل مرحله من مراحل الايديت بتاع الشخصيه عندك تكون موجوده. كمان الاوتو باك او اوتو باك باك اب فايلز خليه بقى بدل 3 5، يبقى عندك 5 اوتو باك اب. يمكن دي اهم حاجه. طبعا اكيد احنا عارفين حته الاوبن جي ال، لازم تفعل اوبن جي ال مع ال 3 دي اس ستوديو ماكس. واشوفكم ان شاء الله في محاضره السينما ونشوف هنعمل ايه. اول ما بعمل كنترول سيف هسيف هلاقيها دلوقتي لما عملت انكريمنت تو سيف بدل 0203 كنترول اس 03، يبقى انا كده ضمنت ان انا حتى لو الكهرباء قطعت عليا يبقى انا معايا جميع المراحل اللي قبل كده، والملف باظ ولا حاجه ولا حصل له اي مشكله يبقى انا معايا المراحل اللي قبل كده. شكرا، واتمنى اني اكون اضفت لكم معلومه ولو بسيطه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كان معاكم استاذ وليد المعداوي من جي اف اكس اكاديمي دوت نت.